وقعت أدنوك على اتفاقية الطاقة النظيفة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات في عام 2021، وتسهم هذه الاتفاقية في ترسيخ مكانة أدنوك الرائدة كأول شركة نفط وغاز كبرى تؤمن احتياجات عملياتها من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات على نطاق واسع. تؤمن أدنوك منذ يناير 2022 إمدادات الكهرباء الضرورية لعملياتها من مصادر الطاقة النظيفة والتي تشمل الطاقة الشمسية والنووية، ونتيجة لذلك تحقق أدنوك انخفاضا ملحوظا في انبعاثات الكربون ضمن النطاق الثاني. وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية أدنوك للاستدامة وترسيخ مكانة أدنوك كأحدى الشركات الرائدة على مستوى العالم في إنتاج الطاقة بطرق موثوقة ومنخفضة الانبعاثات.